السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جوله جديده في عنابة، اليوم غادي نصوروا لابلا دا سين ديراس ديال الاس ديكسيون بوفوار مع العمل اللي كنا راهم فينا نتو ان شاء الله. التداوي بالاعشاب الطبيه، فهذا يعتبر هو ارث لا مادي لبعض العائلات في بعض، يعني خاصه احنا في المناطق الجبليه وين كاين كثره النباتات الطبيه والعطريه اللي عندهم ديجا يعني خبرات كبيره انهم في التداوي، خاصه في يعني نقولوا في مع الاول يعني التدخل الاولي يعني، وعندهم تجارب عند العشبه كيفاش يديروها وكيفاش تتشرب الى غير ذلك. يعني احنا نحس بان كاين هناك ارث لا مادي ينتقل بين الافراد بين المجتمع. يعني احنا حتى لما في المشروع في 2015 كنا نقوم بعمليات يعني من اجل نكريب هذوما التعاونيات فيما يخص النباتات الطبيه والعطريه. كنا خرجنا مع واحد الجروب تاع ديفام اللي يسكنوا في منطقه ريفيه، يعني كنا نشوفوا معاهم كيفاش الطريقه تاعهم، كيفاش يتجمعوا، كيفاش كاينه مراه هي الشغل هذيك في شيف بوتيك ويخافوها كامل ولازم يسمعوا هدرتها ولازم يمشيوا بالطريق تاعها. عندهم حتى يعني ديمو تكنيك تاعهم هما خاصه بهذيك المنطقه، كيفاش عمليه القطف، كيفاش عمليه المعالجه. يعني كل هذا تحسين بلي احنا لنا مستويات عنا كرينا تعاونيتين في ذاك الوقت، دوكا كرينا دوكا عندنا واحد خمس تعاونيات هنا. لكن في 2015 كنا نخدموا على مستوى ولايه الطارف ولايه عنابة، يعني كنا شفنا ديجا لما تخدم على مستوى الطارف على مستوى ولايه عنابة ديجا تشوف في العقليات مش كيف عندهم نفس الطريقه، اسكو يعني كل واحد كيفاش عنده طريقه التعامل، يخدموا نفس التكنيك بصح كل واحد كيفاش يسميها، كل واحد كيفاش يعني تحس بلي هناك كاين ثقافه كبيره. ومن خلال هذا المشروع اللي كنا نقوموا به كنا يعني بازي بوكو بيس انه نجمعوا الخبرات تاعهم، لانه مالوغوزمون لما تشوفي ناس عندهم ثقافه عندهم ارث ثقافي فيما يتعلق بهذه المواد، لكن مالوغوزمون هي تقول مثلا تلاقيها مراه كبيره 60 70 سنه تقول لك انا الولد تاعي كانت تقول لي كانت تدير، ما كانش واحد مثلا يجمع هذه المعلومات في يعني ما باش انا في كتاب ولا في قصاصة مثلا باش يقولوا باللي السنوات القادمه اللي يعني ما باش كيفاش عندها من سنهم كيفاش كانوا يكونوا كيفاش كانوا يديروا. تحس باللي كان هناك يعني ارث يعني قاعد يتولوا فيه، لكن مالوغوزمون ما كانش فالوريزاسيون تاع هذا. احنا لوبجيكتيف تاعنا ديجا انه نستغلوا كيفاش راهم يخدموا، كيفاش الطريقه تاعهم، وكيفاش حنا نقدروا نعاونوهم ونحسنوا يعني من جوده تاع البرودوي ولا من حاجه من الكاليتي تاع البرودوي. عز الدين، بما انك انت حكيتي عن هذه التعاونيات وحكيتي عن اهميه تاع التعاونيات، ونحن نحتفل طبعا بشهر التراث حسب رايي، يعني وجود هكذا تعاونيات وش الفائده اللي تقدمها في الحفاظ على الموروث المادي او المادي؟ اكيد احنا علاش ديجا الهدف الاول من التعاونيات لما شفنا انه نصارهم يخدموا مثلا بوكو بيس، باسكو بازين على مع الاول كنا تعاونيات نسويه، لكن الان يعني التعاونيات قد تكون عائليه يكون مع رجال صح، لكن بازين على الفئه النسويه. علاش؟ باسكو هما ديجا فئه قليله راهي تخدم ما راهيش تبان، يعني كان الهدف انه من خلال هذا رانا نحكيو التراث المادي فيما يخص المحور المتعلق بالاقتصادي، انه يكون هناك يعني توفير دخل للعائله هذه. رغم راهي تخدم بالك المداخل تاعها راح يكونوا قلال، بالك الخدمه تاعها ماهيش فالوريزي فريمون يعني مع هذا، لكن كي تكون في شكل تعاونيه راح يكون هناك قوه تكون يعني راح تقدر تعرف كيفاش توصل الهدف تاعها، كيفاش تسوقوا، كيفاش تزيد لهم من القيمه المضافه هذه. اكيد هذا فيما يخص يعني هو فيما يخص المحور الاقتصادي، لكن او ميم طون عنده فيما يخص المحور البيئي انها تحافظ على البيئه تاعها، انها تحافظ يعني لما تخرج وتدير لاكوليت تاع هذيك المواد الطبيه ولا هذوك الاعشاب لازم تعرف كيفاش، لازم تعرف الوقت اللي تنحي فيه، لازم خاطر مثلا نمدوا مثال تاع زيت الضوء يقول لك احنا نخدموا عام بعام، عام كاين عام ما كانش، كيف قيام كيفاش راكم تقوموا، يعني هما هناك يعني عمليه القفل تاعها يكون عشوائي، تروح تقص الغصن ديريكت وما تفهمناها، يعني فوالا الطريقه تاعك ديري فيها ماهيش صحيحه على هذيك عام كان عام فوالا، هاي لازم كيفاش دير لا تكنيك لازم تخدم بها، كيفاش تدير لا كوليكت كيفاش دير هنا، يعني ولو يعطوا ديجا المراه اللي حاجه تخرج وقت الجبل باش تجيب البرودوي تاعها، ديجا اول حاجه تحط قدامها مثلا يكون كيف حلوا عينيكم لازم تخدموا هيك لازم تديروا هيك ما تنساوش هذيك. دونك هنا ديجا كاين كيمايل التنوع البيولوجي اللي كاين في هذيك المنطقه، مثلا ما نساوش نسبه هذا خاصه يجيب لنا فايده، دونك نخليه حتى يطلع الوقت تاعه شويه باش نعاودوا نحيوا، يعني يكون لك يعني نوع من الوعي. يكون كل جانب من التوعيه
أكيد هذه الحاجة اللي تم هدف تانا من خلال إنشاء التعاونيات أن نحافظوا على الموارد البيولوجي تاعنا من أجل التنمية المستدامة. يعني معليش أو أنت البروجيكت تاعهم موجود على المستوى اللي يعني ما تنفعش تعيش فيها من حقك أنك تستعمليها، يعني لكن استغلال بطريقة عقلانية، لازمك تعطي كيفاش تمشي تعطي الكونتيتي تحتاجها. يعني كل هذا ساعدنا أن نحافظوا على ذيك المنطقة ولا ذيك الإيكولوجي اللي كاين هذيك المناطق. وفيها يعني علاقة كبيرة يعني بين البيئة والتراث الثقافي، يعني مرتبط جدا. أكيد لازم تلنا وقت كبير باش نحدد ونمشي فيه، والحمد لله عنا شهر تطور هكذا ما بدينا يكون موجودة كبيرة لأجل المناقشة وإيجاد حلول يعني استراتيجيات، وخاصة إنه لازم ندرس ديجا. أنا ربما لازم تلنا ديجا نود في الاسم من خلال استراتيجية، لازم تلنا ديجا نشوفوا اللي تعطى خريطة ديجا كيف راهي الحالة تاع بركا، وحتى السيناريو تاعنا في المستقبل كيف راح يكون. أكيد رانا وصلنا للفائدة طبعا للمستمعين، وإن شاء الله تكون في الأسابيع المقبلة مداخلات ومواضيع أخرى بإذن الله. شكرا لك يا عز الدين رمضان رئيس مصلحة المحافظة على التنوع البيئي والأنظمة البيئية، كنت ضيفنا في عدد هذا الأسبوع من بيئة ومجتمع. شكرا لكم مستمعينا، إلى اللقاء. بيئة ومجتمع، مجتمع أسبوعيا مع خطيبة. Thank you.
فونداسيون مليون بس دي ابراهيم طيب اه عم بالي انا خاص كل بلد بلد من احسن سلام ورحمة الله. وين تسمى كاسيو؟ عندنا جنازة وجينا نشوف العرس. لا حاجة ولا حتى نوصلك المحب. أي أي. سلام. أي سيبو. سلام عليكم. سلام. والله. Thank you.
زال Thank you.
ديريكت نطلع لفوق تسهيلات الممنوحات وتخليل المنطقة معرض خاص لحاملي المشاريع وأصحاب المؤسسات الناشئة. هذا وأبرز المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي دور الإذاعة الجزائرية في ربط جسور التواصل بين أصحاب المشاريع والمدينة مثل فوق الحجة هكا ما هكا ما طول تمشي ولا هكا تحت لا من الله يعلم هي اذا ما جيت هنا ما جيتهاش ها الله يعلم هذه جهه من هذه شويه نسيت ولدي مش عارف بس انا كنا اخي مش كان بحذاها مش طوموبيلات هذوك ما كان جنازة بقى. أنا أحسن تشوفه ما كانش جنازة. وش هذا ولا خنتيحة؟ وخير هذا هو. وكين كراسة عم. كين جنازة هنا؟ جنازة؟ راجل أخوي. راجل مات راجل ربي يرحمه الله يرحمه. ربي يرحمه. إن شاء الله. تفضل أخوي. إن شاء الله. تفضل. يثبت أجر. لا هذا ولد تعيش معنا هذا ولد 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 هذا عليك ان شاء الله الشوكة دي عنده ايش تخرج ولا لا مش مصبات تخرج لازم ندور اول مره نجي هنا هنا طريقة تخرج من فوق من هي ياوي صح صح تخرج من فوق مصالح الخلايا الجوارية المفتوحة على مستوى الولاية في الخلايا الجوارية اللي راح ينقلوا الأشخاص المسلمين من أجل إجراء فحوصات في المنزل وكذلك تقديم إعانة. افتتاحة هذه الصيحة النارية الثقافة فعاليات برنامج ثقافي فكري خاص طبعا الأولى حول القضية الفلسطينية بالوطن الفرنسي الأمريكي تحت شعار فلسطين في قلوبنا وجهنا في مدينتنا بمشاركة فعاليين وفعالين الكتاب والشعراء قدما في
نبقى مع شعب فلسطيني حيث أعلنت وزارة أعلنت الصيانات الصحية الفلسطينية في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء جرى على الدول الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 430,454 شهيدا وزيادة من 77,000 مصاب. حيث أن العاقل الأمس السنة واجهت المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخيم الحرب شديد الأشياء على القطاع وشهد الخطر في الدولة الإسرائيلية أي واحد منها بعد اقتحام قوات الاحتلال على عدة مرات وعدة دفع ختام للعام الخير. غزة الصدور الإذاعة الجزائرية مع تغطية خاصة. الخدمة العمرانية عنواننا، المصداقية شعارنا، السبق والآنية غايتنا، تفاعلكم ورضاكم معيارنا، تفاعلكم ورضاكم الله اكبر.
صافي يديني انا مطيش بالقافله عليا. شوف اصلا وفي حاله كل ما نقدرش انه ما يتحرك عبالي Thank you.
هيا اوكي ما لا هرب يعني كم بعد ان شاء الله صح عدت طمع تمشي شويه وترجع وزيد انا شرب قهوه بركه وجعتني
في الدوخة جوستومون. ما حبستها بيا. لا 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 ها كمل. اي السيركيلاسيون تمشي شوية وتحت تمشي شوية تحت بس قاعدة ندير هكا أنا فهمت شغل. مقفلين الكور على جال المهرجان. السيركيلاسيون لازم. وملاحة يضرب في الهواء كما هكاك. صح المطياج هنا. لا لا قريب خشمي ها. أول حاجة تخرج من هنا. هاي شو الله ما نبلو بالدنيا. في الماشيات دارك. هذه المادة رح يرجع التقويم إلى النسبة العادية.
ولكن في الحالة هذه ديما ليس بشكل حاجة شرف يشوف هذه النسبة
Thank you.
هذيك سيدي نشوف هنا كيف يعني حدثنا عن الإدمان، عن أنواع الإدمان اللي هي إدمان سلوكي وإدمان استهلاك، عن تأثير الإدمان على الدماغ وتسلط الإدمان الداخلي والإدمان على الجهاز الأعصابي، كذلك أعراض الانسحابية اللي هي أعراض نفسية وأعراض جسدية. في كامل أن الإدمان يحتوي على الشخص من أنواع كثيرة كثيرة من المخدرات، لكن الحكومة تشرح أن الأشهر تعاطفنا معها ينتقل في اللاوعي الى الشاعر الذي كتب هذه القصيده. نعم، واحسسنا بانسانيتي. نعم، شوفي عندي قصيده هذه العامية مثلا لما اقراها ذكرتني مباشره بتلك القصيده للرصافي، اعمق بكثير يعني حتى لا اقول اعمق منها بل عميقه مثلها تماما. يقول: وضاحكة الوجه كالكوكب سوى السحر في طرفها الأهدب، وأبهى من الورد ما قد بدا بعينيك في خدها المنهب. ويبدو إذا ابتسمت يصفها قبل أن يذكر العمى أنها عمياء من قبل كيف كانت، ويبدو إذا ابتسمت كالعقيق وكالدر في صغرها الأشنبي. وأما القوام وأما الكلام فأحبب بحسنها أحببي، تجمع فيها شتيت الجمال فمن كل حسن بها مطربي. وتملو بسمته ويذكرها هكذا يصف جمالها ويصف حيويتها ويصف بعدها يقول حتى يقول: كزهر الرياغ تفيض العطور وتعبق بالأرز الطيب رماها القضاء على غرة. هاي بعد مثل الثاني: رماها القضاء على ذرة وكم حادث في القضاء مختبي، فشوها من حسنها ما أراد وخدش بالناب والمخلب، وأودى بألحاظها الفاتنات فمالت كشمس إلى المغرب.
وأرخى على مقلتيها القناعة ولم يخش سحرا ولم يرهب فأمحل من خصبها كالجنان وصوح من روضها المعشب كالمثل جنة أصبحت خفر لأنها أصبحت عمياء فباتت مرزعة كالعجوز مضى دهرها بابنها الأقرب وروعها بغروب الرزايا تحط على ظهرها الأحدب في البداية كان قوامها شوف لما يصير في القوام يقول وأما القوام وأما الكلام فأحب بحسنه ما أحببه بعد يقول وروعها لما أصيبت بالعمى وروعها بغروب الرزايا تحط على ظهرها الأحدب أصبحت حبا وكان قوامها لا مثيل له يصف كيف كان فكيف أصبحت بشكل إنساني لا نظير له ذوى ذلك الورد في وجنتيها سريعا سرابا على السبسب وغاب من الوجه ماء الشباب فعادت برأس لها أشيب كان شعرها جميلا وكان سبب أصبحت فعادت برأس لها أشيب شاب شعرها وأذهب ذات العمى حورا لدى عينيها كأن لم يذهب كانت عيناها جميل أذهب العمى ذلك وجر على وجنتيها الذبول وحط الفنا وهو لم يكتب أطاح على صدرها رأسا ونكر من صوتها الأعذب محاسن وقد أجلبت كالرياض ولو أنصف الدهر لم تجذب تراجعها ذكريات تشب كأحشائها كالغذى الملهب فتجت على ركبتيها تفز وتعول في صرخات الصبي فتسعق من هولها أمها ويندك منها ثبات الأب فتأثر على والديها فيا كوكبا غاب في حالك بهيم لك الله من كوكب غاب في كوكب مضيء غاب في الظلام فيا كوكبا غاب في حالك بهيم لك الله من كوكبي لكن فرت نورا على المدلجين بليل الهموم ولم تحجبي وقد كنت أنسا لمكتئب يناجيك في ليله المرعب وعونا له في الخطوب وقد آت الخطب في جنده الأغلب ويا نغمة حلوة للحياة تردد في لحنها المطرب أبى الدهر أن تستمر وأن يطول مداها على الملعب فشتت من حولها السامعين وأسكت لها دون ما موجب قصيدة رائعة جدا حتى في الآخر يقول فصبرا أي زهرة للقضاء فليس يفيدك أن تعتبي وكوني كما أنت هادئة هنا لا تثوري لا تغضبي قصيدة إنسانية رائعة عميقة جدا يصف فيها هذه المرأة الجميلة التي أصابها الرزء في عينيها ابتلاها الله سبحانه بالعمى فانتقلت من إنسان إلى إنسان آخر قصيدة وكأننا ونحن نستمع إلى القصيدة نرى هذه السلالة والتغيرات هذه من خصائص رائعة جدا في أشعار محمد أخضر السائحي تصوير الصورة كما ذكرت سابقا حاضرة في شعرك كأنك تشاهدين صورة كأن امرأتين أمامك الواحدة في صورتها الأولى وفي طبيعتها الأولى كيف كان ثم كيف أصبحت وتلاحظي هذا التصوير للمشاعر هذا النقل للمشاعر هذه الإنسانية هذه الحياة في الشعر الدافقة يعني شعره ليس جافا وليس محايدا وليس بعيدا عن الحياة اليومية وعن المشاعر العادية التي نشعر بها كلنا نتعاطف لما نرى شخصا أعمى أو شخصا ابتلاه الله بضر فيعرف هذه المشاعر الإنسانية ويعرف كيف يحركها وكيف يجلب التعاطف للذين يحتاجون العطف الإنساني فهو شاعر عبقري حقا يعجبني كثيرا نحن مثلا قصيدة قال شوفي فعلا محمد الأخضر السائحي شاعر عاش لوطنه لشعبه هذه قصيدة قالها سنة 1955 في ذلك الحين أصاب زلزال الأصنام ليس الزلزال الذي نعرفه لاحقا لما كنا صغار مثلا 1980 أصابها زلزال من وقت الاستعمار لاحظي مثلا يصف هذا الظاهرة نعم الجبل
فيهم شعري ردد لحونك سجون وأمين على نكبة الزلزال. وصف الليلة التي غج فيها وطني بالبكاء والأعوال، حين هز الدجى دوي مخيف منذرا بالشرور والأهوال. وصف مؤلم جدا، وصف خارجي داخل بالمشاعر من هول ذلك الزلزال، حتى يقول رب طفل قد ضاع بعد أبيه، ليس يدري المسكين. رجع سؤالي، يسأل الرائحين في كل وجه وينادي في الليل أمي تعالي. لحظة، هذه العاطفة التي يبثها الشاعر بصفة خاصة مختلفة عن غيره من الشعراء. يسأل الرائحين، طفل صغير وجد نفسه. أكيد نشكرك جزيل الشكر بروفيسور علي حبيب على كل ما قدمت لنا. شكرا لك. أنا من يشكرك. شكرا لك. العفو، لكن أكيد جزيل الشكر لكم، يعني من علمكم ومن ما تجمعون من معلومات عن هذه الشخصيات الحقيقية والفكرية. إلى اللقاء آخر مستمعينا الأكارم، دمتم بخير، نترككم على خير. بين السطور ما علاش كاش مشكلة هي هنغاري هنا. جسور التواصل للشباب المبدع والمبتكر مع مؤسساته. فالنشرة الإعلامية ناجحة لأصحاب المشاريع ومؤسسات ناشئة. أزيد من 52 مؤسسة تربوية بالمناطق الإعجابية والالتفات ما تستفيد من ميزانية الرجله اللي ما تزقع الواش اللي قاعد يحبوا يشوفوه راح يكون في المعهد كذلك. فان شاء الله يا رب نوفق في هذا العمل، نوفق الجائزه. متفائله، نبقى متفائله، نبقى متفائله. اول عمل
سينمائي لي. عندي أعمال في أول عمل سينمائي لي سعيدة جدا لأنه فيه معايا في أدوار البطولة سهيلة معلم سيد أحمد داقومي والدها نصر الدين جودي العزيزة القديرة فتحة سلطان اللي رايحة تتكرم اليوم على الرابعة بالمسرح الوطني لعز الدين مجوبي عفوا فرايحة تتكرم على الرابعة بعدها رايحة تكون معايا هي وعز الدين هي ونصر الدين جودي في العرض تاعي على الثامنة معايا نوارة براح عرفتوها بدورة ساكنة في دار الفشوش نعم حصل لي الشرف أني أنا كنت من كاتبة السيناريو والحوار في دار الفشوش نعم نعم في العدد الأول في العدد في يعني لقومي سيزون دو دار الفشوش ايضا بالنسبه لفيلمي انا كتبت سيناريو ايضا ومنتجه المنفذه للفيلم والمخرجه اخراج كيفاش تهواك كامراه جزائريه صح على ماشي سهل بالنسبه للمراه ولكن كما قلت استهواني منذ زمن انا خريجه معهد علوم الاعلام والاتصال يعني صحافه تخصص سمعي بصري ولكن كان دائما ميولاتي عفوا اني كنت نكتب قصص نكتب خواطر نكتب فتجاربي الأولى كانت مع جعفر قاسم كمساعدة للإخراج ومساعدة في السيناريو على هذا يعني بالأقل كنت شاركت معه في كتابة عديد الحلقات في سيناريوهات مختلفة خدمت معه شرف لي أني نقول دائما أنا تلميذ جعفر قاسم لأني خدمت معه تقريبا مدة 22 سنة في من ابتداء من نسم الأحسيدي ثلاثة موعد مع القدر جمعي فاميلي اللي شاركت فيها في كتابة سيناريو والحوار قهوة ميمون سيناريو والحوار حتى يعني دار الفشوش أيضا قلت لك اللي كنت الفيلم اللي أول مرة يتم عرضه يعني ولا لا الفيلم صدر شاركت في مهرجانات سعيدة أنه يشارك في أول مهرجان جزائري وأول خرجة مهرجانية كان العرض الشرفي يوم 4 فبراير في قاعة ابن زيتون كان يعني القاعة تلفت 550 نعم أرشيكون تلفت أكثر من 550 مقعد وعملت عرض أيضا بمناسبة 18 فبراير بمناسبة يوم الشهيد فكانت أيضا سينما تاك مملوءة عن آخرها عملت عرض في الصيف كانت قاعة رائعة أكثر من 600 حضور عملت عرض في قسنطينة في تيزي وزو في وهران في تيبازا كان بين الجزائر العاصمة دواودة القليعة وبرج باريريج بدشرة أفيغو دائرة مجامعة تحية كبيرة الوالي ولاية البرج لأنه وقف معانا وساندنا وكل سكان دشرة فيه شو الله علابة مشرة خير ليك آمين يا رب آمين إن شاء الله تفعلوا خير أنا دائما متفعلة خير بحول الله يا رب أشكر أن على كيفيتكم الدعوة قلتم في كامل قلقتكم لرب انتياكم قلتنا مرحبا بإذاعة علابة ونشكروك جزيل الشكر وأهلا وسهلا مع ناس علابة جزيل الشكر والامتنان والتقدير لإذاعة عنب المحلية تحية كبيرة لكل عمالها ويا رب كل توفيق لكم كذلك طيارات تفرح بسيمة تنظر بيش طيارات تفرح بسيمة للفيلم في الجزائر حيث نفذت الأماكن والتذاكر قبل ساعتين من بدء العرض وبقيت الجماهير تنتظر في الخارج لمشاهدة أبطال ومخرج العمل أجواء استثنائية مع هذا الفيلم وكل الأفلام الثورية الجزائرية التي تحكي الواقع المر الذي عاشه الشعب الجزائري أدبان الاستعمار الفرنسي ده الشيخ العنفى وانا ما عرفته انه ما ربي رحيم
أجواء المهرجان إلى التكريمات، حيث تم تكريم أسماء لامعة في عالم السينما المتوسطية والجزائرية على غرار المخرج المخضرم رشيد بن علال الذي قدم نحو 30 فيلم للسينما الجزائرية، وقد كان التكريم بالنسبة له مؤثر. زميلنا سفيان عبيد التقى بالمخرج والسيناريست رشيد بن علال الذي تحدث عن مسيرته وتوجيهه لمجموعة من النصائح للسينمائيين الشباب حتى ينجحوا في مجالهم السينمائي. أنا جاتني شغل مفاجأة ما كنتش ننتظر فيها هذا التكريم، يعني كل شيء إيجابي مرحبا به. هي الورشة دي لازم أكثر هو التكوين، لازمنا تكون عندنا معهد تاع السينما، يكون الجمهور لازم يولد في روح القاعات، لازم يكونوا القاعات، ويلزم كما يقول الله يرحمه عمار العسكري، لازم السياسة شاملة وكاملة لدى ميدان السينما. أنا لا فورماسيون سي قريت من تعلمت نحب السينما وخيرت التركيب اللي كنا لان كنت حشومي ذاك الوقت. التركيب كان في وقت الانالوجيك نخدمو بقاع روما الجهوي عز الدين نجوبي.
وأكيد كل أصداء المهرجان سننقلها لكم في رسالة المهرجان عبر أمواج إذاعة عنابة الجوية وفي تقاريرنا ومواعيدنا الإخبارية وفي أعدادنا وحصصنا الخاصة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، تحياتي وتحيات حمزة وأيضا فاطمة اللي رافقوني في هذا البث الأثيري. إذن في تمام السابعة عفوا مساء نربط بالقناة الأولى لنقل تفاصيل النشرة الإخبارية. قام معنا أثيرنا الإذاعي المتواصل. المشاركة في قمة
الشركات الدولية للتمويل ورسم التوجهات الاستراتيجية للمساهمة في توفير التمويلات الضرورية للاستدامة في أفريقيا. في التعاون دائما وبتكليف من رئيس الجمهورية شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بالرياض بالسعودية في جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي أو ما يعرف بمنتدى دافوس. وعلى هامش الأشغال أجرى وزير الشؤون الخارجية محادثات ثنائية مع نظيره السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، تناولا فيها بالتشاور والتنسيق تطورات الأوضاع في قطاع غزة بصفة خاصة والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بصفة عامة، سيما التحركات الدبلوماسية على مختلف الأصعدة في سبيل وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز زخم الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين. كما شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تدعيمها أكثر، حيث رحب الوزيران بتفعيل الآليات المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى واتفقا على ضرورة تعزيز الجهود وتكثيفها من أجل تقوية هذه العلاقات في شقها الاقتصادي. في ملف التعاون دائما ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الوناس مجرمان اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة مع نظيره القطري الدكتور أحمد حسن حمادي الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين البلدين. وبالمناسبة استعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية المميزة على مختلف الأصعدة لا سيما السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وكان الوسائل الكفيلة بتعميقها والارتقاء بها تحصما لانعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الجزائرية القطرية. أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شدريح اليوم بالمدرسة العليا للعتاد بالناحية العسكرية الأولى على مراسم افتتاح أشغال الاجتماع السنوي بطرة العتاد. وفي كلمته التوجيهية التي بثت عن طريق تقنية التحاضر على البعد إلى مجمل وحدات المديرية عبر النواحي العسكرية الست، عبر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن سعادته بالإشراف على الاجتماع السنوي بإدارة العتاد مبنية الوقوف على مدى تنفيذ مخطط أعباء هذه المديرية الهامة وإجراء حوصلة شاملة للنشاطات الجارية في مجال إسناد وحدات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي. مستعد للتعبير عن سعادتي بالإشراف على الاجتماع السنوي لإدارة العتاد الذي حرصت كثيرا على مراقبته بغية الوقوف معكم على مدى تنفيذ مخطط الأعمال هذه المديرية الهامة وإجراء حوصلة شاملة للنشاطات الجارية في مجال إسناد وحدات قوام المعركة وتقديم مساعدتها في تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي وجاهزيته.